السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا وين محرز يضع هذا المشرف في ورطه لن يكون حاضر في تربص الخص حسب الاخبار اللي راهي تدور، يعني حسب الاخبار والناس اللي قالوا لي على هذا التريكو 2018 وجدناه، قلنا بالك نروحوا كوب دي موند 2018 ما نسيته شي تحسن سنايا تاع 2022 للتأهل سهل. يعني 2018 طحنا مع تما ثلاثة تاع منتخبات لعبوا شابو، لعبوا في رحبة، لعبوا مونديالي الجزائر نيجيريا والكاميرون، كانوا لعبوا مونديال، حنا روحنا لعبنا معاهم. فاهم شنو فاهم؟ حنا طحنا مع الكاميرون، لعبنا مع الكاميرون كان بطل افريقيا. نيجيريا كان شارك كوب دي موند وحنا شاركنا كوب دي موند، ثلاث منتخبات يعني مونديالية طاحوا في جروب واحد وما ربحناش، وحنا لهنا كان عندنا فرصة ربحنا في الكاميرون وهنا باش نحتفلوا صاييك ما ربحناش كوب دي موند. مدرب هذا مدرب فاشل، هذا المدرب فاشل هذا. وين يتجه قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز لعدم حضور تربص المنتخب الوطني شهر جوان القادم وتضييع مباراة ضد أوغندا التي ستجري في ملعب جابوما في الكاميرون ولقائه الودي ضد تونس في ملعب عنابة. حنا على هديف، على بالكم على هديف ونقعدوا روطار باش نديروا القائمة، دائما حنا روطار. كاين لعابة يقولوا لا هذاك الجوال ما تجيبوليش، هذاك الجوال لا لا ندينا راخو. أنا نقول لكم خاطش على مدير، ما دام دعوة طول، ما دام تكوين صداقة ولات صداقة ولات أحباب، ما ولاتش مصلحة تاع الجزائر، ولات مصلحة تاع صداقة وأحباب، ونحشم منه وجا نعيط له وجا منا مدرب يمدح في لعاب ولعاب يمدح في مدرب وهي رايحة. راكم تشوفوا مدرب يمدح اللعابة جماعة فئة ولعابة يمدحوا المدرب وهي رايحة. وحسب التقارير الإعلامية فإن رياض محرز تواصل مع هذا المشرف يعني من أجل إعفائه من حضور التربص بسبب التعب والإرهاق الذي نال منه جراء كثافة المباريات، خاصة وأن السيتي ينافس هذا الموسم على أكثر من جبهات. أنا مانيش فاهم، في جهة واحدة أخرى يقول لك بلي غوارديولا حاضر محرز ما لعبوش كاع بزاف، في جهة واحدة أخرى يقول لك مين يبغوا يدرقوا على المدرب على المشرف تاعهم، يقول لك اللعب حرز لعب بزاف وراح موسم شاق وموسم، من يروحوا عند غوارديولا يقول لك غوارديولا يعني داير مشاكل محرز ومحرز ما راش يلعب بزاف. فهمونا راه يلعب، هاو نتوما عند غوارديولا ما راش يلعب، مي تبغي تهضر على المشرف تاعك تقول لك لا محرز لعب بزاف، دوك عند غوارديولا يقول لك لا ما لعبش بزاف غوارديولا حقره. ها ساهمونا وساهموا رواحكم، لا ساهموا رواحكم ماشي تهمونا حنايا. ويدخل المنتخب الجزائري في تربص بداية من يوم 12 جوان الداخل، أي بعد يومين فقط من نهائيات كأس رابطة أبطال أوروبا، والذي سيكون محرز رفقة ناديه طرف فيه ضد نادي الإيطالي الانتر ميلون في مدينة إسطنبول التركية. بالتالي سيكون توقيت التربص سيء لقائد الخوض والذي يحتاج لبعض الراحة بعد الموسم الشاق. العب ولا بلعب ديوك راهم يعيطوا على بالك. عندي واحد الديك هذا كومشي ما كون يذبحته غير ما برك تقول لي لا خليه مسكين، تقول لي خليه ينوضني مع الصباح عندك الزهر. وأوضحت مصادر مقربة من الدولي الجزائري أنه يفكر في مغادرة مانشستر سيتي خلال الانتقالات الصيفية القادمة واللعب لأحد أندية النخبة في البريمير ليج في صورة أرسنال أو نيوكاسل أو مانشستر يونايتد، خاصة في ظل عدم اعتماد غوارديولا عليه بصفة كبيرة هذا الموسم. هذوك ما فهمناش، شوف في 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 هذا الإعلام، هذا الإعلام تاعنا ها ما فهمناكمش. محرز راه عاي، محرز راه يلعب، محرز ما راش يلعب، محرز ها ساهموا رواحكم. ووجه الشيخ منصور مالك نادي مانشستر سيتي الانجليزي رساله الى المدرب فريق بيب غوارديولا حول الدولي الجزائري رياض محرز، ونشر الشيخ منصور تعليقه له في تغريده للنجم السيتي رياض محرز على تويتر، يشير فيها بشكل مباشر الى اهميه رياض محرز لفريق مانشستر سيتي
وجاء التقرير يعني تعليق يعني الشيخ منصور على صورة رياض محرز وهو يحتفل بفوز بالدور الإنجليزي. وعبر مالك نادي الإنجليز عن امتنائه لقائد الخوض مؤكد أهمية اللعاب في نجاح النادي. يعني ما فهمناكمش حنايا، محرز يلعب محرز مش يلعب، هاولي ها قولوا لنا هذوك اللي ما فهمناش كاع. محرز مي تبغوا محرز مي تبغوا تبغوا تهضروا على السيتي تقولوا محرز ما راهش يلعب، مي تبغوا تدسوا على محرز واش تا كاين في النادي في اش كاين في المنتخب الوطني كاين واحد الامور تقولوا لا محرز لعب بزاف تقولوا يريح، هاولي ها ساهموا رواحكم، هاولي ها ما فهمناكمش، ها ما فهمناكمش، اما زي ما سمعت صاريكم كيما راكم ديروا بن سبعيني، بن سبعيني بوروسيا دورتموند، بن سبعيني باريس سان جيرمان، بن سبعيني برشلون، بن سبعيني الريال، فانك عاودوا ولاو تاع بن سبعيني عاودوا يا ودي على بالنا. قال شوبير خويا قال لي محيوز في بالي غادي يكون يعني في ليكيب ناسيونال. ايوا معليش هذه هي معليش، انتوما كراكم تشوفوا فيها، أو بعيدة غادي يعيط له، أو بعيدة يعيط له بعيدة، غادي يعيط له يعيط له، بعيدة يعيط له. هذه فرصة على بالك، هو ما كانش هما بغاو يعيطوا له فيه مارس ابو مارس ما تساعدهمش الطول والدعوة ويعاودوا يعيطوا له جوج خطرات ولا قال لك رديتو. لو كاين عندك عندك الاخر راه جاب مدرب مدرب تاع الفيزيك سليماني محيوس راخو بونجاح مليح قارئ عمورة كذا ومحيوس ها محيوس جيبو ديرو سنيولو صايك على مكان حيت غادي نجيبو سنيولو صحيح غادي نديرولو على هذيك نقول لكم يا ودي على هذيك محرز كاره. انا ان شاء الله ما تكونش على ماذا بينا محرز يجي يلعب نورمال عادي خاطر كي يلعبو الديس والدوز يبدا التربص قادر محرز كان يلعب محرز كان يلعب بس على الستة تاع العشية وعلى الثمانية تاع الليل يجي يدخل ويقول لك هذه قوة شخصية تاع المدرب قال له دخل اليوم وهذه شتي وين راهي الحاجة اللي دارت شتي الحاجة اللي دارت الحية اللي دارت هذه الشخصية هذه ما فهمتهاش وين راحت الشخصية وين راحت قولوا لنا الشخصية وين راحت عاودي ها ساهموا روحكم يعني يقول لك بلي ما تعقلوش محرز كان يجي بطائرة خاصة ديريكت يجي يحضر التربص واه ولا لا أنا غالطين ولا رانا في الصح ولا قولوا لنا وكيف دروك هذه الحية دارت واش تدور هذه الحية اش تدورها هيا قولوا لنا هذه الحية اش تدورها حاولي او غيا مسكن دعوه مليحه ياه وكار باقي محرز دار نص دقيقه روطار الكوتش قال كار قلع ومحرز جاب كورسا واو لا هاو الحيه هذه اللي دارت شتي لا خليها بالخلا هاو شتا كيف هذيك حنا على بالنا شتا كيف صار ساكتين الله يجعل محرز يجي التربص اللي فات تاع سبتمبر تاع سبتمبر يعني كان مليح معاه وقلنا محرز تسمو هذا الكوتش تاعكم مع حافظ الراجي يعني شاف له ولا يتصل به وشاف له محرز وجاب له محرز في سبتمبر تعقلوا عليها جابه ما حوش عليه وهذا الخطر ما انا كي يشوف كاش واحد ولا يشوف له هذه هي ديروا الجهد ديروا الجهد كيما دار بونجاح منا ناس راحوا عند عم محرز ومنا والجاه والله ما نعاود والله ما نعاود عاود رده ليك الناسيونال ديروا الجاه ديروا الجاه لونترينر هذا لونترينر قال بونجاح انا ما عندي ما ندير لك شوف مع محرز قالوا شوف مع محرز انا ما عندي ما ندير لك ولات في الجاه سي محمد ها ودي راهي كبرت الدعوه كبرت انا قلت له بلي كبرت عليك انت كمدرب كبرت عليك كبرت عليك انا نقولها لك والله لا كبرت عليك انا نقولها لك يا خويا
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.